السلام والأمن، ومن الضروري للغاية أن نعمل نيابة عن النساء والأطفال والرجال المحاصرين بنيران الحرب، ومن الضروري أن نستكشف كل القنوات المتاحة لاحتواء هذا الوضع ولتنفيس الاحتقان والسعي إلى تسوية سلمية وفقا للقانون الدولي ولمبادئ ميثاق الأمم المتحدة. وأرحب بإعلان الأمين العام يوم الجمعة بتخصيص الصندوق المركزي للاستجابات في حالات الطوارئ مبلغ 20 مليون دولار للأزمة الإنسانية في أوكرانيا. الآثار الإنسانية على المدنيين ولا سيما النساء والأطفال والمسنين وسائر المجموعات الهشة ستكون مدمرة، وأشجع الدول الأعضاء على دعم المبادرات الإنسانية كلما كانت متاحة، ليس من طرف ينتصر في الحرب، ولكن في الحرب تمزق وتهدر حياة أعداد لا تحصى من البشر. ولهذا في هذا الصدد، فالأمن والوصول إلى المساعدات الإنسانية يجب أن يضمن. فهذا ما ينبغي أن نعمل لأجله. أصحاب السعادة، ميثاق الأمم المتحدة الذي صيغ غداة الحرب العالمية الثانية يستند إلى مبدأ المساواة في السيادة، وهو يشير إلى عالم تعمد فيه الدول الأعضاء إلى تسوية منازعاتها الدولية بالسبل السلمية بدون التهديد باستخدام القوة أو استخدامها فعليا. لكن الهجمة العسكرية الجارية هي نقيض ذلك تماما، وهي إهانة لمؤسسي هذه المنظمة ولكل ما تدافع عنه، وعليه فعلى العنف أن يتوقف. ولا بد من احترام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، ويجب أن يغلب الحوار والدبلوماسية. أصحاب السعادة، في أبريل نيسان 1946 حلت عصبة الأمم، واضعة منهية بذلك 26 سنة من وجود لمنظمة برهنت في نهاية المطاف عن عجزها على منع اندلاع الحرب التي أتت بأكبر قدر من الدمار في تاريخ البشرية. وإن إخفاق عصبة الأمم في توفير آلية لإنفاذ الأمن الدولي الجماعي هو ما كان الخطأ الأكبر. والكاونت روبرت سيسيل، وهو أحد مهندسي نشأة عصبة الأمم، ذكر في كلمته الأخيرة أن العصبة قد ماتت، أقتبس، العصبة قد ماتت، تحيا الأمم المتحدة. نهاية الاقتباس. ها نحن اليوم قد بلغنا العام 76 من عمر الأمم المتحدة، ولنتذكر بأننا إنما أنشأنا الأمم المتحدة لصون السلم والأمن الدوليين، ولهذه الغاية تعهدنا اتخاذ كل التدابير الجماعية لمنع المخاطر المحدقة بالسلام ولاعتماد السبل السلمية، عملا بمبادئ العدالة والقانون الدولي. وكذلك علينا على أنفسنا تسوية النزاعات الدولية بالطرق السلمية. ويوم أمس فتحت نافذة من أو فرصة للحوار، وإذ نجتمع اليوم في الجمعية العامة فإن المفاوضين من كلا الطرفين يعقدون محادثات في بيلاروس، وهذا يشكل قبصا من نور، وندرع إلى الله أن تهدئ تلك المحادثات خواطر وأن تعبد الطريق أمام السلام. الجمعية العامة بدولها 193 تشكل وجدان البشرية الجماعي، وقوة هذه الجمعية إنما هو ضارب الجذور في سلطتها المعنوية والأخلاقية. فلنبرهن عن الشجاعة الأخلاقية ونستخدم مناقشة اليوم لكي لا نغوص في الأقوال، بل لنعطي فرصة حقيقية للسلام. دعونا نطفئ نيران الحرب بنيران الحب والإنسانية والرأفة، عبر إخماد صوت المدافع. فلندع السلام يسود. وشكرا.
I now give the floor to the Secretary General of the United Nations, أمين عام الأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريس. السيد الرئيس، سعادة رئيس الجمعية العامة، أصحاب السعادة، القتال في أوكرانيا يجب أن يتوقف، فهو مستشر في أنحاء البلاد برا وبحرا وجوا، وعليه أن يتوقف الآن. القصف الروسي تناول المدن الأوكرانية ليل نهار، والعاصمة كييف محاصرة من كل الجوانب، وفي ضوء تواصل الهجمات فإن مئات الآلاف يلوذون بالفرار وتكتظ بهم محطات القطارات. كما تناول أو انبرى العديدون للدفاع عن بلدهم، ومئات آلاف الأوكرانيين قد فروا خارج حدود بلدهم، ولدينا العديد من التقارير التي تفيد عن استهداف أهداف غير عسكرية ومنشآت مدنية، وهذا ما أدى إلى تصعيد العنف وإلى مصرع العديدين بينهم الأطفال والنساء، وهذا أمر غير مقبول. كفى على الجنود أن يعودوا إلى سكناتهم، وأن يعود السياسيون إلى السلام. القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي يجب أن يجري إحقاقهما، ولا بد من أن تحترم سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها وفقا للقرارات ذات الصلة. السيد الرئيس، نواجه مأساة بالنسبة إلى أوكرانيا، ولكن أيضا أزمات أخرى تقد مضاجعنا جميعا. يوم أمس وضعت المنظومة الدفاعية الروسية في حال تأهب قصوى، وهذا يولد لدينا قشعريرة من الخوف، وهذا أمر لا يمكن تصوره ولا يمكن أن يبرر أي أمر استخدام الأسلحة النووية. السيد الرئيس، نواجه ما قد يشكل أسوأ أزمة إنسانية في أوروبا منذ عقود، وأنا ممتن للسخاء والتضامن الذي أبدته الدول المجاورة لأوكرانيا، ومن الأهمية بمكان أن يتوسع نطاق هذا التضامن بدون أي تمييز يستند إلى الإثنية أو العرق أو جنس. والأمم المتحدة ستواصل تقديم المساعدة والمساعدة في هذه الجهود. يوم السبت تحدثت مع الرئيس زيلينسكي وأكدت له أن الأمم المتحدة لن تتخلى عن الشعب الأوكراني، وأخبرته عن عزمنا على زيادة مساعداتنا الإنسانية، وقد قدمت الأمم المتحدة لثلاثة ملايين شخص على جانبي الحدود مساعدات إنسانية. مع زيادة أو تسريع عجلة توفير المساعدات التي تسهم في إنقاذ الأرواح، أرواح النساء والأطفال والمسنين وذوي الإعاقة، ونحن ملتزمون مواصلة هذا الجهد لمساعدة كل من يتأثر بهذا النزاع، ويجري الإعداد لعمليات جديدة لتقديم مساعدة سريعة. وأود أن أوصل الضوء على ثلاثة أعمال. سنخصص 20 مليون دولار من صندوق المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ في الأجزاء الشرقية من البلاد، وهذا ما سيؤمن الملاجئ والأغذية لمن يحتاجونها. وسوف نتواصل مع الحكومة
ومع الهيئات العاملة على الأرض، وتقدم يقدم الفريق القطري المساعدة كما نعمل مع شركاء خارج البلاد. ثالثا، يوم غد سنوجه نداءين عاجلين لمصلحة أوكرانيا والجوار، وذلك للاستجابة للحاجات الإنسانية في ضوء زيادة أعداد المهجرين والمشردين ومساعدة من يعبرون الحدود لضمان أمنهم وسلامتهم. ولابد من حماية موظفي الأمم المتحدة في أوكرانيا كذلك، وتيسير مساعدة وإيصال المساعدات الإنسانية إلى الفئات المستضعفة. وأنا أدعو كل الأطراف إلى تيسير حركة العاملين في الحقل الإنساني وعدم عرقلة تلك المساعدة. تؤهيب بالأسرة الدولية تعبئة المساعدة كذلك، استجابة لحاجات من هجروا بفعل الأزمة، بالإضافة إلى الجماعات ذات الأوضاع الهشة الأخرى. السيد الرئيس، المساعدة الإنسانية حيوية ولكنها ليست بالحل، فهي فقط تؤمن مساعدة مؤقتة، لأن الحل الأمثل يكمن في السلام وإحلال السلام وفقا لما يدعو إليه ميثاق الأمم المتحدة، ولا لا سيما مع تزايد التوترات الإقليمية. وما هو على المحك مهم جدا بالنسبة إلى الجميع، والآثار الاقتصادية ستكون واسعة النطاق لهذه الأزمة. لذلك أدعو الجميع إلى الامتثال لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة. إن الأعمال العسكرية جارية، لكن نافذة الحوار يجب أن تبقى مفتوحة. لم يفت الأوان لمعالجة كل المسائل بشكل سلمي. نأمل أن تؤدي المحادثات التي استهلت بين الجانبين الأوكراني والروسي أن تسهم في حلحلة الأوضاع. أشكر الدول التي عرضت أن تيسر المحادثات. والحرب ليست بالإجابة المطلوبة، لأنها تخلف دمارا عبثيا وتحصد الأرواح وتصرف الانتباه عن التحديات الفعلية التي تقود مضاجع البشرية، وهي تغير المناخ وجهود التعافي من الجائحة والعديد من التحديات الأخرى التي يزخر بها القرن 21. البشرية لا يمكن أن تبقى رهينة كل هذه الحروب. يجب أن نركز على معالجة المشاكل وليس على تصعيدها. في العديد من دول العالم نزل الناس إلى الشوارع للاحتجاج على الحرب والمطالبة بوقفها. نحن بحاجة إلى السلام الآن، وأوكرانيا والأوكرانيون بحاجة إلى السلام الآن. وشكرا. أشكر سعادة الأمين العام على بيانه. أعطي الكلمة الآن إلى سعادة ممثل أوكرانيا. سعادة الرئيس، سعادة الأمين العام، للمرة الأولى منذ
ولادة الأمم المتحدة تشن حرب كاملة في وسط أوروبا، وكل الحاضرين في هذه القاعة والكل يعلم بأن روسيا وروسيا وحدها هي من شرع في شن هذه الهجمة التي باتت بيلاروس تسهلها كذلك. هذه الحرب قد اختارها أحد ممن يجلسون هنا. نعرف ما جرى، نعرف، وهذا يذكرنا بما حصل في برلين في 1945. قبل أن أواصل بياني تلاوة بياني الرسمي، أود أن أنتقل إلى اللغة الروسية داعيا إياكم إلى وضع سماعاتكم، وأود أن أقرأ من مقتطفات من إنها صورة لمحادثة أجراها شخص قتل حتى الآن. قتل. لما لا تجيبني منذ فترة طويلة؟ هل أنت ما زلت تقوم بالمناورات؟ هذا ما تسأله والدة أحد الجنود الروس بعد لحظات من مقتله. أمي، أنا لم أعد في القرم ولم أعد أشارك في مناورات عسكرية. والدك يسأل، تقول الأم، ما إذا كنا نستطيع أن نرسل إليك بعض ما تحتاجه؟ ولكن لما تقول هذا؟ ما الذي يحدث؟ ماما، أنا في أوكرانيا، يجيب ابنها. إنها الحرب، أنا أشعر بالخوف، نقوم بمهاجمة كل المدن حيثما كان وحتى المدنيين. قيل لنا إنهم سيستقبلوننا بالزغاريد، ولكنهم يصدوننا ويمنعوننا من التقدم ويصفوننا بالفاشيين. ماما، أنا أواجه وضعا صعبا للغاية، الوضع صعب للغاية. هذا ما قاله قبيل مقتله بلحظات. فلتتخيلوا حجم المأساة، فلتتخيلوا بالقرب منكم وأمام لافتات أسماء كل بلد في هذه الجمعية العامة ما يزيد عن 30 روسيا قتلوا بالفعل، بجانب كل اسم بلد في هذه الجمعية العامة 30 وما ينوف من الروس، الجنود الروس قتلوا، ومئات الذين قتلوا من أوكرانيا، وكذلك عدد هائل من الأطفال. الأمر مستمر إلى ما لا نهاية. فلتتخيلوا وجود هؤلاء الذين قتلوا بجانبكم عند الاستماع إلى بياني الرسمي. قوة عسكرية هائلة تسعى إلى تحقيق عظمة سياسية بدأت في هجوم شامل ضد جارة بهدف غزو البلد. الهجمات الجوية في أنحاء كافة أنحاء البلد وعلى حدود أوكرانيا أتت من روسيا وبيلاروس ومن دونسك ولوهانسك والقرم. ألا يذكركم ذلك بشيء؟
حقا هناك بعض المقابلات أو التوازي مع ما جرى في الحرب العالمية الثانية، ومسار العمل الروسي مماثل للرايخ الثالث الذي حدث منذ سنين عديدة. ثمة مثال أخير على ذلك، أمثلة عن المعاناة البشرية وجرائم الحرب. كلنا وهو في طريق الجمعية العامة، الجيش الروسي عصف بلغراد، مدينة هاركيف وهي ثاني أكبر مدن أوكرانيا، والمدنيون الأبرياء قتلوا وجرحوا، والعدد المحدد يصعب تقديره لأن الحرب جارية، بينما المفاوضات سارية على الحدود مع بيلاروس. ونعرب عن امتناننا لكافة من تقدموا بالدعم واتخذوا هذا القرار في إجراء هذه الدورة الطارئة. نحن ممتنون لرئيس الجمعية العامة لاهتمامه بهذه الفكرة سلفا، ونقدر مشاركة الأمين العام للأمم المتحدة الذي كان موقفه قويا للغاية دعما للسلام ولميثاق الأمم المتحدة. دعونا إلى عقد دورة استثنائية، حيث أن الأمن يتهدد بما يماثل الحرب العالمية الثانية. أوامر بوتين بوضع القوى النووية موضع الاستعداد، يا له من جنون. إن أراد أن يقتل نفسه ليس له أن يستخدم الترسانة النووية، عليه أن يقول ما فعله في المخبأ ذلك الشاب في عام 45 في برلين. عالج مجلس الأمن المسألة في أوكرانيا ولم يعتمد قرار لأسباب بديهية، والبلد الذي يسعى إلى احتلال أوكرانيا منذ 2014 شغل مقعدا في دائما منذ عام 91. وقبل ذلك، وقبل أن نقبل المنطق الروسي بأن مجلس الأمن لم يستطع العمل بسبب نهج أحادي وغير متوازن، الجانب المذنب الوحيد هو الاتحاد الروسي. السادة الوفود، روسيا تستخدم كافة إمكاناتها العسكرية لمهاجمة أوكرانيا، وبدأت في وزع وحدات الاحتياطية على الحدود مع أوكرانيا، وتطلق القذائف من إلى المدن، وكذلك من الدبابات، وتصيب المناطق السكنية وتقوم بالهجمات الجوية. قذائف روسيا تستهدف القضاء على البنية الأساسية، وكذلك نشر الإشاعات النووية بالقرب من كييف وكسلييف. قد هجمت أيضا والبنيات الأساسية تنطوي على مخزونات المياه والجسور والمطارات، وهذه المدن مثل تشستر بالقرب من لوحانسك قد تم تدميرها تقريبا، وكذلك المباني السكنية بالقرب وحول كييف. والقوى الروسية احتلت تشيرنوبيل في قناة شمال كييف، ومستوى الإشعاعات منذ ذلك قد زاد بشكل كبير في كذلك في مولدوفا أوكرانيا، وهذه انتهاكات صارخة للقانون الدولي. ومما لا يصدق أن أحد القذائف
أتى منا الروس ويستمر الروس في مهاجمة حضانات الأطفال والمدارس وتستهدف الطواقم الطبية كذلك، ومجموعات التخريب تعمل في المدن والقرى الأوكرانية وتستهدف سيارات الإسعاف في منطقة سومي، والدبابات الروسية تستهدف المدنيين ولم تسمح لعربات الإسعاف بمواصلة عملها. 352 من الأوكرانيين قتلوا بما فيهم الأطفال، وعدد كبير بما فيهم 25 طفلا قد جرحوا. وقد أخبرنا صباح اليوم عن القصف الجاري ولا يمكن أن نقدر عدد القتلى. ردا على ذلك نشطت أوكرانيا طبقا للمادة 51 من ميثاق المتحدة بدعم الدفاعات وتجنيد ما يزيد عن 5000. الجمعية العامة ينبغي أن ترفع صوتها طالبة إلى روسيا وقف العدوان على أوكرانيا، وفي الاعتراف بأن العمل الروسي هو هجوم على دولة مستقلة ذات سيادة، وعليها أي روسيا أن تسحب قواتها بلا قيد ولا شرط إلى الحدود المعترف بها دوليا، وأن تعكس مسار القرار المتصل بضم لوهانسك ودينسك امتثالا لأحكام القانون الإنساني الدولي. الجمعية العامة ينبغي أن تكون واضحة فيما يتصل بدور الخبيث لبيلاروس ومساعدتها على الهجوم على أوكرانيا. سادة أعضاء الجمعية العامة، ما يحدث الآن في أوكرانيا له آثار أمنية وإنسانية تقع عليكم جميعا مباشرة، على أوروبا وعلى البقية بما في ذلك فيما يتصل بالغذاء والأمن والطاقة والأسواق المالية وانهيار الاقتصادات. وفي سبتمبر الماضي رئيسي قال بينما وهو يدلي ببيانه في القطاع المستوى في الدورة 76 للجمعية العامة وأقتبس، أفهم أن انتقاد الأمم المتحدة يتم الاستماع إليه دوما، ولكننا ننتقد أنفسنا. نهاية الاقتباس، إن فشلنا في الرد الآن فسوف نواجه ما هو أكثر من الانتقاد، وسوف نواجه النسيان، ولا يجب أن يحدث ذلك. حان الوقت الآن للعمل ولمساعدة أوكرانيا التي تدفع الثمن الأقصى لأمنها وسلامتها وأمن وسلامة العالم. إن لم تنجو أوكرانيا فإن السلام الدولي لن ينجو. إن لم تنجو أوكرانيا فإن الأمم المتحدة لن تنجو، ولا ينبغي أن تكون هناك أي أوهام بصدد ذلك. إن لم تنجو أوكرانيا فلا نندهش بفشل الديمقراطية بعد ذلك، ويمكن إنقاذ أوكرانيا وإنقاذ الأمم المتحدة الآن وإنقاذ الديمقراطية، وندافع عن القيم التي نؤمن بها، وأن الأوكرانيين يدافعون عن ذلك مضحين بحياتهم. الوفد الروسي سوف يتحدث بعد فترة قصيرة. بوتين قام بكل شيء لإزالة الطابع الشرعي
عن الوجود الروسي في الأمم المتحدة، ولكنني أتساءل إن كان وجود الروسي في الأمم المتحدة هل هو كان شرعياً على الإطلاق، وأتساءل إن كانت الجمعية العامة برمتها صوتت طبقا للفقرة 2 المادة 4 بخصوص قبول الاتحاد الروسي بالأمم المتحدة إما في ديسمبر 1991 أو يناير 1992 أو في أي وقت بعد ذلك. أسأل الوفود التي صوتت لقبول الاتحاد الروسي في المتحدة أن ترفع أيديها وأن تؤكد أن روسيا قد قبلت بالأمم المتحدة طبقا للميثاق، فلترفعوا أيديكم أيها السيدات والسادة إن كان بلدكم قد صوت بشكل رسمي في الجمعية العامة ردا على رسالة الرئيس يلسون ديسمبر. تابعنا مع حضراتكم هذه البيانات من اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تحدث فيها كل من رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة والأمين العام أنطونيو غوتيريش وأيضا مندوب أوكرانيا. وكانت هناك قواسم مشتركة هي التأكيد على رفض الهجمات أو العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا والمطالبة بإيقاف هذه العمليات فورا. وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنه لا يوجد أي مبرر للتنديد أو التهديد باستخدام القدرات أو القوى النووية، كما أكد مندوب أوكرانيا في هذه الكلمة على هجوم القوات الروسية على العاصمة كييف وأنها محاصرة من كافة الاتجاهات، وأن روسيا هي المسؤولة عن هذا المشهد، واستعرض كافة العمليات الخاصة بنقل القوات من شبه جزيرة القرم إلى المدن الأوكرانية. واستعرض رسالة من أحد الجنود كان قد وجهها إلى أمه، كان يقول فيها أنه سينتقل من شبه جزيرة القرم بعد هذه المناورات للحرب في أوكرانيا، وأنه قيل له هو وزملائه أنهم سيتم استقبالهم بالترحاب، ولكنهم يجدون مقاومة من الأهالي في أوكرانيا. كانت هناك مطالبات أيضا من رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة بإيقاف هذه الحرب، وقال أنه منذ نشأة الأمم المتحدة لم تشهد وسط أوروبا مواجهة من هذا النوع. نعود مرة أخرى إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لمتابعة كلمة مندوب روسيا. السيد الرئيس، السيد الأمين العام، السادة الزملاء، مؤخرا القضية الأوكرانية قد برزت في الأخبار وبالجمعيات العامة ومجلس الأمن، والقصة الروسية قد شوهت، وهناك عدد من الأوهام التي تزداد في شبكات الإعلام، ونود أن نركز على الأسباب الأساسية للأزمة ونؤكد على ما يلي. أصل الأزمة الراهنة يكمن في أوكرانيا نفسها، فقد خربت وابتعدت عن التزاماتها لعدة سنوات. مؤخرا كان هناك أمل أنه في كييف سوف أن كييف سوف تعيد النظر فيه، وفي الواقع تمتثل على ما وافقت عليه في عام 2015، وكان من الضروري الحوار المباشر في الوثائق بين دونسك ولوهانسك ومن القيادة العليا في البلد أن أوكرانيا غير مستعدة للانخراط في الحوار واتخاذ خطوات لمنح وضع خاص لنوهانسك ودنسك، وكذلك
الغربيون الذين دعموا أوكرانيا أكدوا أنه ليس لمواطني هاتين المقاطعتين الحق في الوضع الخاص وفي وما جرى ضد شعب لوهانسك ودونسك لم يتوقف، وطلب إلينا تقديم مساعدات عسكرية طبقا للاتفاقات الثنائية تمشيا مع الاعتراف بالمنطقتين وفي مواجهة الأعمال العدوانية التي قام بها النظام الأوكراني، والذي مؤخرا تم تسليحه وحفزه من جانب عدد من الدول كان تحت وهم أن انخراط الراعين من الغرب سوف يجعل من الصعوبة تبرير أعمال التخريب والقصف ضد لوهانسك ودونباسك. واستمر الشعب في هاتين المنطقتين في اللجوء إلى الملاجئ، ومع ذلك فإن طبيعة العمليات الأوكرانية لم تتغير، والشركاء الغربيون لم يهتموا بذلك وقد روجوا لقصص هزيلة أوكرانية أن الانتهاكات يقوم بها أهل دونباسك أنفسهم ويقصفون أنفسهم، وأن الرعاة الغربيون تركوا في الجمعية العامة دون أي تعاطف مع شعبي دونباسك ولوهانسك، وقد تركوا لحالهم وتعرضون للتهديد باستمرار والافتقار إلى معالجة المشكلات بموجب عملية مينسك. اتخذ الرئيس الروسي قرارا باتخاذ عملية عسكرية خاصة، واحتلال أوكرانيا لم يكن جزءا من هذه العملية، والهدف كان هو حماية الشعب الذي لثماني سنوات تعرض للتعذيب والإبادة، وهناك حاجة لنزع سلاح أوكرانيا، وسوف نسعى إلى محاسبة أولئك الذين يقومون بهجمات وحشية ضد السكان بما في ذلك سكان الاتحاد الروسي طبق المادة 51 من الميثاق المتحدة، بدعم المجلس الاتحاد الروسي وانتهاج الاتفاق الصداقة ورفع صداقة للمنطقتين السلامة الإقليمية وللدول، وهذا شيء تهمنا بانتهاكه في مواجهة أوكرانيا. العلاقات الودية بين الدول اعتمد في عام 1970، وهناك حاجة للالتزام التام بذلك من جانب الدول، واقتبس الدول لابد أن تتصرف امتثالا لمبدأ الحقوق المتساوية وتقرير مصير للشعوب كما تم وصفه، ولا حكومة تمثل البلد داخل حدودها دون تمييز على أساس اللون أو العرق أو الجنس. من هذا الاقتباس حكومة أوكرانيا هي ليست هذه الحكومة، على ذلك أثناء العملية العسكرية الخاصة فإن روسيا تدافع عن نفسها من نظام سعى إلى الحصول على أسلحة نووية. رئيس أوكرانيا صراحة أكد ذلك في 18 من فبراير أثناء مؤتمر ميونخ. أذكر بذلك البيان الذي أدلى به رحب به المشاركون في ذلك المؤتمر، وفي نفس الوقت أوكرانيا تسعى إلى عضوية في الناتو طبق المادة 5، وادعاءاتها بملك الأراضي في روسيا تمثل تهديدا لنا، وروسيا تسعى إلى التمسك بمبادئ الميثاق المتحدة في دونباسك، وأوكرانيا لابد وأن تعرف أن الأهداف الأساسية للأمم المتحدة لابد من التمسك بها لإنقاذ الأجيال المستقبلية من ويلات الحرب، والدور السلبي الذي قام به الزملاء من الغرب برئاسة الولايات المتحدة فشلوا في إقناع أوكرانيا بالالتزام بهذه الحقوق، بل حفزوها على القيام
بهذه العمليات التي معنا لها بأن عملية مينسك لا قيمة له. نود أن نؤكد على أن الاتحاد الروسي ليس طرف في ذلك، والزملاء من الغرب للأسف قد أغرقوا البلد بأسلحة حفزت الأوكرانيين الذين يواجهون 120 ألف من القوات بالانخراط في حرب ضد دونباسكا. وبذلك فإن بلدان الغربية أكدت على دعمها لأوكرانيا في هذه المناقشة. يجدر بنا أن نلاحظ أنه في 2008 كان هذا جزء من كلمة المندوب الروسي في الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي أكد فيها أن النظام الأوكراني يمثل تهديدا لأوكرانيا، وأن الغرب أضغط على أوكرانيا بالأسلحة.